مرحبا يا أصحابي، أهلا وسهلا فيكم بحصة جديدة من برنامج مدرستي، حصة الرياضيات Mathematics. أنا شمس بعلمكم هيدا المادة. بهالفترة عم نحكي بالحصص تبعولنا عن Shapes، الأشكال. عنا 2D Shapes و 3D Shapes، وكتير حلو أنه عم نقدر نربطهم بأشكال وأغراض منشوفها من حولنا بحياتنا اليومية، ببيتنا، بغرفتنا، بالطبيعة، بالسوق، بالشارع، بكتير أماكن. وهذا شيء كتير حلو، بخلينا دايماً نقدر نحلل بشكل صحيح، يعني نربط الأشكال ببعضها ونفهمها أكتر. اليوم كمان رح نكون عم نتابع هذا الموضوع. خليكن أنتو كمان منتبهين ومركزين ومفتحين عيونكن ودينيكن حتى تعرفوا شو هي الأشياء الجديدة اللي رح نحكيها، وتتذكروا الأشياء اللي صرتوا تعرفوها كمان. وبدي شجعكن تكتبوا عندكن على دفتركن بخط حلو كل الأشياء اللي عم نقولها، حتى دايماً ترجعولها وما تنسوها أبداً. بالبداية حابة أعمل قدامكن، تتذكروا نحنا من قبل عملنا هيدا الكيوب يلي هو الزهر من الورق، رح نعمل اليوم بيراميد. البيراميد لحتى نقدر نعمله نحن بحاجة انه نرسم مربع سكوير، وحده دغري بدنا نرسم تراينجلز يلي هن عندهم نفس قياس الجوانب تبعولهم. فاذا لازم نرسم اربعة كأنه تراينجلز معلقين. ودايما ما تنسوا انه منترك شوي هون على جنب لحتى نقدر نحط عليهم جلو ونلزقهم. وهلا رح اعمل هيدا الشيء، ورح اطوي هيدول الجهات اللي هن زايدين لحتى اقدر احط عليهم تلزيق سمخ او جلو، واقدر اعمل هيدا البيراميد يعني الهرم، شكل الهرم. اوكي، من بعد ما اكون طويتهم بهذا الشكل رح تشوفوا انه هو فعلا مربع ومعلق فيه مثلثات تراينجلز. كمان لازم اطويه عند الخطوط يلي هن مرسومين. وبعدين رح حط تلزيق على هيدول الجوانب. هلا بلزقهم بهيدي الطريقة. وراح تلاحظوا انه صار عندنا هون هرم. تتذكروا انه نحن قلنا 3D shapes عندهم faces وعندهم vertices وعندهم edges. راح نعد كم face عنده هيدا البيراميد. هيدي فيس، اوكي هيدي فيس 1 2 3 4 5 يلي هي تحت 5 فيسز، والفيرتسز هن هول الزوايا 1 2 3 4 5 كمان 5 فيرتسز، والادجز هن هيدول يلي هن الاطراف 1 2 3 4 5 6 7 8. في عنده 8 edges، 5 faces 5 vertices and 8 edges، وصار عنا هيك بيراميد. هلا انتو فيكن ترسموه تعملوه مثل الهرم الحقيقي اللي نحن بنشوفه مثلا بمصر يلي عمروه الفراعنه، او يمكن تعملوه بس هيك شيء تكتبوا عليه شيء شعر انتو بتحبوه او ترسموا عليه. يعني فيكن تعملوا هيدا الهرم واشكال تانية كمان وتزينوا فيهم غرفتكن. هلا بدي اياكم تضلكم متابعين معنا لنشوف سوا شو عنا بالفقره اللي جايه. A 3D shape is fat, not flat. It has edges, vertices and faces. It has length, width and height.
3D shapes are always found wherever we are all around. A cone is like the biscuit of the ice cream cone. A sphere is like a bouncy ball. Jump high but do not fall. A cube is like the dice you drop. Spin around and then hop. A 3D shape is fat, not flat. It has edges, vertices and faces. It has length, width and height. وهلأ رح نبدأ مع أول فقرة مع تمرين إذا بدكن أكتر هون على هيدي الورقة، وهن حاطين لنا سؤال رح نشوفه أو حاطين لنا شو لازم نعمل لحتى نحل هيدا التمرين. مكتوب هون 3D shapes، مثل ما تعلمنا ال 3D shapes يعني 3 dimensions بنشوفهم من عدة وجهات. عم بيقولوا لنا cut and paste the correct shapes into the boxes، يعني نحن قصينا هول الأشكال بدنا نلزقهم بالمكان الصحيح. يعني مثلا هون في عنا سفير قصدهم فيها الكرة، يعني الشكل الكروي سفير. سفير looks like a ball. بتطلع أنا بهول الوراق المقصوصين عندي أيهن شكلهم مثل الطابة وبحطهم بالمكان الصحيح. عنا الكيوب، الكون والسيلندر. أوكي؟ أكيد كل وحدة عم بيشرحوا لنا، مثلا عم بيقولوا لنا الكيوب a cube looks like a box، يعني الكيوب بيشبه العلبة. A cone looks like a party hat. الكون بيشبه القبعة اللي منحطها بالحفلة. Cylinder. A cylinder looks like a can. سيلندر بيشبه العلبة، مثل المعلبات اللي بيحطوا فيهم أكل بيكونوا مثل السيلندر، أو المرتبان أو الكباية بيشبه بيكون هيدا شكل السيلندر. فإذا خلينا نشوف، في عنا السفير، السفير looks like a ball. أول صورة عندي إياها هون هي صورة طابة، يعني لازم حطها هون لأنه هي بول، هي طابة، وقلنا أنه السفير بتشبه الطابة، فإذا هيدي هون المكان الصحيح. في عنا هون علبة معلبات أكل، يعني علبة من المعلبات اللي بحطوا فيهم أكل، مكتوب عليها بيز يعني بازيلا اللي نحن بناكلها، خضرة لونها أخضر. فإذا هيدي شو هو شكلها؟ سفير مثل الطابة؟ لا. كيوب مثل العلبة؟ كمان لا. كون مثل القبعة المروسة اللي منحطها على راسنا؟ كمان لا. سيلندر؟ نعم هي تشبه شكل السيلندر، كرمال هيك رح جيبها وحطها بالخانة يلي مكتوب عليها سيلندر. نكمل، في عنا كمان شكل سيلندر يلي هو بيشبه الكان، كمان رح جيبه وحطه هون بالخانة يلي مكتوب فيها سيلندر. بنكمل، في عنا هون آيس كريم. تتذكروا قلنا انه الآيس كريم بحطوه بهيك كون، شكله كون مثل اسمه. بدي اجيب الآيس كريم وحطها هون لأنه فيها كون، وهيك بكون حطيت الآيس كريم بالمكان المناسب. هون في عندي صورة كون، هيدا هو شكل الكون، لكن لازم حطه هون حد الآيس كريم. بعدين في عنا الكيوب، هو الزهر يلي بنستعمله لما نلعب، هو بيشبه الكيوب، وهون مكتوب اسمه، مكتوب كيوب، يعني أنا بدي أجيبه وحطه هون عند الكيوب. في عندي هون علبة هدية gift box، هي على شكل كيوب، كمان بقدر حطها هون، وهيك بكون حطيتها بالمكان الصحيح. بكمل، في عندي الطابة، هيدي البول يلي بنلعب فيها نحن وعلى البحر، لازم حطها على السفير لأنه قلنا أنه السفير هي شكلها كروي مثل الطابة.
منكمل في عنا القبعة الهات يلي منستعملها بالحفلات يلي هي على شكل كون، لازم نجيبها نحطها هون كمان. وبعدين في عنا كيوب مثل ما هو، لازم نحطه هون هاد الكيوبز الباقيين. وبعدين في عنا طابة كمان غير شكل شوي عن الباقيين، بدي احطها هون على السفير. واخر شي في عندي وعاء، فيه يكون كوب مثلا ماء، فيه يكون الوعاء اللي بنحط فيه بنزرع فيه، وهو على شكل سيلندر، بحطه هون مطرح ما مكتوب سيلندر. بهي الطريقة بكون حليت هيدا التمرين وحطيت كل الرسومات بالمكان الصحيح بحسب شكلهم يلي هو 3D يلي عنده أبعاد 3 يلي تعلمناهن من قبل. إذا بدكن أنتو تعملوا كمان شيء شبيه طبقوه عندكن وكتبوه عندكن وخليكن متابعين لنروح سوا للفقرة اللي جاية. وهلأ رح نتابع مع هيدا التمرين على اللوح. بالحقيقة هيدا التمرين عم بيخبرنا معلومة كتير مهمة. شوفوا شو هي. Did you know؟ هل تعلم؟ That we can find، إنه فينا نلاقي on 3D objects، على الأشياء يلي هي 3D ثلاثية الأبعاد، 2D shapes أشكال ثنائية الأبعاد 2D. تعرفوا إنه على ال 3D objects فينا نلاقي 2D shapes؟ هيدا معلومة كتير مهمة. شوفوا كيف. مثلا إذا أنا عندي rectangular prism بقلبه هون، بس تشوفوه بتلاقوا هون مثلا في square، هيدا square، لما تطلعوا عليه مظبوط بتشوفوا إنه هيدا square. السكوير هو 2D shape. تطلعوا هون بتشوفوا إنه في rectangle، والrectangle هو 2D shape. كمان مثلا اكيد بتشوفوا غير ريكتانجلز وسكوير تاني ورا، مثلا السيلندر اذا بتطلعوا من فوق بتشوفوا انه في عليه سيركل، سيركل هو 2D شيب، هو 3D اوبجكت بس عليه 2D شيب. كمان في سيركل من تحت. اذا بتطلعوا على الكون بتشوفوا انه في سيركل كمان من تحت يلي هو 2D شيب. هيدا 3D object بس في عليه 2D shape. إذا بتطلعوا على الكيوب بتشوفوا إنه في عليه squares، كذا square، عدة وحدات، هيدا square وهيدا square وهيدا square. أوكي هو 3D object بس في عليه 2D shapes. نفس الشيء البيراميد اللي كنا عم نعمله قبل شوي يلي هو بتشوفوا في عليه triangle، بتشوفوا في عليه سكوير كمان، بتتذكروا قلنا انه هو سكوير ومعلق فيه اربع تراينجلز. رح تشوفوا كمان عليه من هون التراينجلز واضحين اكثر. وحتى اذا بتشوفوا البريزم رح تشوفوا فيه تراينجل وتحت فيه ريكتانجل كمان، وفي تراينجل ثاني ورا وريكتانجل ثاني فوق. فاذا دائما على ال 3D اوبجكت نحن بنشوف ومنلاقي 2D shapes. انتبهوا على هيدا الشيء، لما تشوفوا ال 3D objects جربوا طلعوا وارسموا ال 2D shapes اللي تعلمناهن، يمكن اذا كان اوفل مثلا، اذا كان pentagon، اذا كان اي شيء بعد يمكن يكون شيء جديد علينا ما شفناه، بس انتم قادرين تشوفوا عليه 2D shape وارسمون بالجو. واذا بدكم ترسمون على دفتركم كمان بيكون شيء كثير حلو، وهيك بتقدروا تتذكرون على طول. وهلأ رح نروح مع بعض لآخر فقرة بحصتنا. Two D shapes are all around us. A triangle looks like the top of a house. A clothes hanger and a hat. A circle looks like a clock, a sun,
and a face. A rectangle looks like a table, a flag, and a book. An oval looks like an egg and an eggplant. Shapes are all around us. وصلنا مع بعض لآخر فقرة بحصتنا ورح نشوف مع بعض هيدا الورقة وشو عم بيطلبوا منا أنه نعمل. عم بيقولوا For each 3D shape, في هون shapes, 3D shapes, shade the correct net. يعني تتذكروا نحن عملنا من الورق pyramid وعملنا cube. عم بيقولوا لنا أنه تخيلوا أنتو أي وحدة من هول الورق لازم يكون عندي لحتى أقدر أعمل هيدا الشيء. نحن عملنا الكيوب. إذا بتتذكروا كيف كان الشكل، كيف بقدر أعرف؟ دايماً لازم فكر إنه شو هن الأشكال 2D shapes اللي هن موجودين على هيدا الـ 3D object. يعني هون في عندي squares، كلهم squares، مزبوط؟ أكيد ما رح تكون هيدا لأنه فيها triangles، ولا رح تكون هاي لأنه فيها circles، والكيوب ما فيه circle. فإذا الكيوب فيه squares، دايماً بتكون اللي فيها squares هي الصحيحة، وأنا رح لونها لحتى نكون عارفين إنه هاي هي اللي بتعطينا كيوب بالآخر. بننتقل على تاني شكل يلي هو سيلندر. سيلندر هو 3D object. إذا منتطلع عليه منشوف circles. الهول الاكزامبلز اللي عطينا ياهون في عندي هون هيك في vertices هي البلورال، vertex بالسنجولر. ما فيها هي السيلندر vertex، ما فيها يعني هون قمة، معناتها هيدي ما بتزبط، ما بتنطبق عليها. وهون في كتير، شوفوا في كتير vertices، لا ما بدنا ياهون. فإذا هيدا هو الشكل الصحيح إذا برمناها للورقة وحطينا سيركل فوق وسيركل تحت بيصير عنا السيلندر. فإذا هيدي هي الورقة الصحيحة أو الشكل الصحيح لنقدر نعمل سيلندر. منتابع في عنا هون ريكتانجولر بريزم. هيدا ريكتانجولر بريزم إذا منتطلع هون منشوف سكويرز ومنشوف ريكتانجلز، ما فيه كمان تريانجلز. وهيدا الورقة فيها تريانجلز، معناتها منا هي الصحيحة. وهيدا الورقة كمان فيها تريانجلز، يعني الشكل الصحيح تأعمل الريكتانجولر بريزم هو هيدا لأنه ما فيه تريانجلز. وأكيد منطويه مثل ما شفنا قبل، مثل ما علمتكم منطويهم على الخطوط لحتى نقدر نعمل الشكل يلي نحنا بدنا إياه. فإذا هول هن 3D shapes. عم نجرب نشوف بحسب الفيسز يلي هن موجودين فيهم أي وحدة من هول صحيحة اللي فينا نعمل ونصنع هيدا الشيب منه. اللي وراها هون عم نشوف في مثل البيراميد، إذا بتكون هون بيراميد يلي فيها فيسز وكلهم تريانجلز، مزبوط؟ في بس واحد يلي هو سكوير. وهي الصورة بتفرجيني واحد سكوير وبتفرجيني فور تريانجلز، معناتها هي أكثر وحدة منطقية بتخليني افهم انه هيدا هو الشكل الصحيح. اكيد مش هاي لانه هيدا رح تعطيني كيوبز، رح تعطيني كيوب بالاخر كلها سكويرز. وهيدا كمان لا لانه فيها ريكتانجلز والبيراميد ما فيه ريكتانجل، معناتها هيدا هي الجواب الصحيح. واكيد دايما لازم انتبه على هدول التفاصيل الصغيرة وعلى الكاركترستكس والديسكريبشن تبعيتهم. ننتقل لهيدا البريزم. اكيد البريزم ما فيه هون هكزاجون، هيدا هكزاجون ما تعلمناه نحن بس رح ترجعوا تتعلموه بعدين. اوكي يعني مش هيدا لانه ما فيه هيدا الشيب، وما فيه هو فور تراينجلز وان سكوير، فيه ريكتانجلز وتراينجلز. وهيدا الشكل الوحيد اللي فيه ريكتانجلز مع تراينجلز. فاذا هيدا هو يلي لازم انا لونه. اذا رسمت هيدا الشكل على ورقة رح اقدر قصه ولزقه وبيطلع عندي
prism. انتو فيكن تعملوا كل هودي الشيبس من الورق. انتبهوا بس شو لازم تعملوا بحسب الفيسز والفيرتسز والأدجز تبع الـ 3D shapes. فيكن تختاروا أي وحدة من هول لازم تستخدموا. هيدا كان كل شيء بحصتنا لليوم عن الـ 2D shapes والـ 3D shapes. أكيد رح نتعلم عنهم بعد يمكن بعدين بدروس لاحقة، ولكن انتو ضلكن دايما رجعوا لهم حتى تحفظون منيح وما تعودوا تنسون أبدا. وقبل ما ودعكن بدي أذكركن أنه نحنا كتير منحب تتواصلوا معنا عبر صفحة الفيسبوك يلي هي www.facebook.com. بتفوتوا على صفحة مدرستي سات 7 كيدز وبتبعتوا لنا الأشياء الحلوة اللي أنتوا عم تتعلموها بمدرستي، ورح نكون كتير فرحانين أنه نستلم منكن رسالة أو أي رسمة أو أي شيء أنتوا تعلمتوه بكل صفوف مدرستي لحتى هيك تكونوا عم تشاركونا فيهم وتشاركوا كل أصدقائنا فيهم. فإذن هلأ صار الوقت حتى ودعكن، برجع بلتقي فيكن بحصة جديدة. باي. A 3D shape is fat, not flat. It has edges, vertices and faces. It has length, width and height. 3D shapes are always found wherever we are all around. Cone is like the biscuit off the ice cream cone. A sphere is like a bouncy ball. Jump high but do not fall. A cube is like the dice you drop. Spin around and then hop. A 3D shape is fat, not flat. It has edges, vertices and faces. It has length, width and height.